أهلا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث، نناقش فيها أبعاد الملاحقة القانونية لمسؤولين إماراتيين وطلب اعتقالهم. قالت وكالة رويترز إن بريطانيا والولايات المتحدة وتركيا تلقت طلبات رسمية بالقبض على مسؤولين إماراتيين كبار للاشتباه في ارتكابهم جرائم حرب وتعذيب في اليمن. ونقلت الوكالة عن ثلاثة مصادر قولها إن شركة ستوك وايت البريطانية للمحاماة رفعت الشكاوى لشرطة لندن ووزارتي العدل الأمريكية وتركيا بشأن هذه الجرائم للتحقيق فيها. وبحسب الوكالة فإن الشكوى المقدمة تقول إن الإمارات ومرتزقة تابعين لها كانوا مسؤولين عن تعذيب وجرائم حرب ضد مدنيين في اليمن منذ عام 2015، وأشارت إلى أن من ضمن المشتبه بهم قادة عسكريين وسياسيين إماراتيين يقيمون في الإمارات والولايات المتحدة لكنهم يسافرون إلى بريطانيا باستمرار. إلى ذلك قال مسؤول في شركة ستوك وايت إن لديهم أدلة على ارتكاب الإمارات جرائم حرب في اليمن، بينها ممارسة التعذيب والقتل خارج نطاق القانون واستخدام مرتزقة. وأكد المستشار القانوني الدولي للشركة في مؤتمر صحفي أنهم طالبوا بمنح ولاية قضائية دولية للولايات المتحدة وبريطانيا وتركيا لتوقيف مسؤولين إماراتيين متهمين بارتكاب جرائم حرب في اليمن. ما إمكانية التزام الدول المعنية بتنفيذ المطلب القانوني؟ وأين تقف مؤسسات الشرعية اليمنية من مجاهرة الإمارات باستهداف فصيل وطني؟ نناقش ذلك مع ضيوف الحلقة بعد متابعة تقرير وديع عطا. تذكر الإمارات في اليمن ويحضر معها الحديث عن الجرائم والانتهاكات والتجنيد خارج إطار الدولة والانتهازية في أسوأ صورها. هذه المرة تطل الإمارات من لندن من على طاولة المساءلة الجنائية عبر شركة محاماة دولية. استنادا إلى ولاية القانون الدولي الإنساني، طلبت شركة ستوك وايت للمحاماة في لندن من حكومات المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وتركيا القبض على 14 مسؤولا إماراتيا يقيمون في هذه البلدان أو يترددون عليها. بحسب الشركة البريطانية فإنها تمتلك أدلة لم تشاهد من قبل عن تورط مسؤولين إماراتيين في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في اليمن اعتمادا على توكيلات وشهادات موثوقة من الضحايا. في السياق ذاته تستدعي الذاكرة ما كان موقع باسفيد الأمريكي قد أعلنه بخصوص استئجار أبوظبي لمرتزقة أجانب لتنفيذ عمليات اغتيال ممنهجة لشخصيات وقيادات سياسية بعينها. رسميا لا تجد أبوظبي غضاضة في الإفصاح عن سبب تواجدها العسكري في اليمن، والتي قالت إن جزءا منه استهداف الإخوان المسلمين في إشارة واضحة إلى حزب الإصلاح دون سواهم. وليعلم الجميع، وأقولها هنا للتاريخ، بأننا كنا نقاتل ثلاثة أعداء في آن واحد: الإنقلابي الحوثي، والإخوان المسلمون وطابورهم الخامس. في الأثناء يتساءل مراقبون عن القيادة الشرعية اليمنية ممثلة بمؤسساتها السيادية وما يفترض أن تقوم به إزاء المجاهرة الإماراتية صراحة في مختلف المحافل باستهداف فصيل يعتبر أحد أهم روافع الشرعية ومكوناتها تحت لافتة محاربة الإرهاب. الموقف السعودي يبدو راضياً عما تقوم به الإمارات، فحتى الآن رغم كل ما حدث ويحدث لم يصدر أي تعليق سعودي من كل المستويات عما ارتكبته الإمارات من جرائم، سواء بحق المدنيين أو الجيش الوطني الذي يتعرض لشيطنة ممنهجة عبر مختلف المنابر المحسوبة على التحالف والذي يزعم أنه جاء لدعم الشرعية. ولمناقشة أوسع حول هذا الملف معنا من إسطنبول السيد صلاح باتيس، وهو عضو مجلس شورى وشقيق أحد ضحايا الاغتيالات، وأيضا معنا من ميتشيغان المحامي عبد الرحمن برمان رئيس المركز الأمريكي للعدالة. مرحبا بكما معنا. نبدأ
السيد صلاح باتيس. سيد صلاح، إلى أي مدى يعني أنتم واثقون من أن ما لديكم من معلومات ووثائق كافية لإدانة الإمارات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك أخي الكريم وأحيي جمهور قناة بلقيس وأسرتها، أحيي كذلك أبناء الشعب اليمني الصامد الذين يقاتلون ويناضلون لاستعادة الوطن وإسقاط كل الميليشيات وكل أنواع التمرد، وكذلك أحيي أبناء الشعب اليمني في الداخل والخارج وهم يحيون ذكرى ثورة 11 من فبراير الشبابية الشعبية السلمية، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل الشهداء وأن يشفي الجرحى وأن يجمع بيننا في وطننا آمنين مطمئنين، اللهم آمين. حقيقة هذه القضية قضية خطيرة جدا، وهي معنية ومعني بها كل أبناء اليمن وفي مقدمتهم السلطة الشرعية ممثلة برئيس الجمهورية ونائبه وحكومته والقوى الوطنية المؤيدة للشرعية، لأن أخي وشقيقي جميل رحمه الله وكل الشهداء الذين قضوا على أيادي الغدر والإرهاب والاغتيالات والانفلات الأمني المفتعل وخاصة في المناطق المحررة وفي المدن الآمنة خاصة مدينة سيئون التي كانت مقرا للشرعية. نعم، لكن سيد صلاح، يعني هل أنتم، نعود إلى السؤال، هل لديكم معلومات ووثائق كافية لإدانة الإمارات حيال هذه الاغتيالات؟ أخي الكريم، لم يعد هذا الأمر يحتاج إلى هذا السؤال، يعني التقارير الدولية والمنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان وكل المنظمات المعنية بهذه القضايا وبهذه الأحداث تحدثت بالوثائق، بل أن هناك يعني صور فيديو موثقة لبعض العمليات التي نفذتها الإمارات ونفذها يعني مرتزقة تابعون للإمارات، كشفت عنها تقارير دولية وخاصة القضية المشهورة في محاولة اغتيال الأستاذ أنصاف مايو رئيس تجمع الأمن الإصلاح بمحافظة عدن وهو عضو برلماني، وشاهدها العالم بأجمعه وأكمله. نحن قمنا بعمل وكالة لهذه الشركة، شركة المحاماة الكبيرة البريطانية، لتقوم بواجبها وتقوم بدورها في التحري وجمع الأدلة الكافية، ولا شك أنهم يعني لديهم من الخبرة ولديهم من الحنكة ولديهم من المعلومات ما يكفي، ولا يمكن أن يتحدثوا في مؤتمر صحفي بقضايا خطيرة بهذا المستوى بهذا الشكل إلا ولديهم ما يكفي من الأدلة لإدانة هؤلاء القتلة والمدنين. طيب، أنت أشرت أن هذه القضية كبيرة ولها مستوى خطير، لماذا لم تطرقوا باب التحالف مباشرة لتقديم هذه الشكاوى بشكل مباشر؟ أخي الكريم، نحن في أمس الحاجة إلى محافل دولية وإلى منظمات قضائية قانونية تستطيع أن توقف هؤلاء عند حدهم، لكن التحالف العربي، الإمارات العربية لا زالت شريك في التحالف العربي، وكما شاهدنا بأنفسنا كيف أنهم استهدفوا الجيش الوطني في مداخل عدن بالطيران، وأعلنوا ذلك بكل عنجهية وبكل كبرياء مع إدانة الرئاسة اليمنية ممثلة برئيس الجمهورية، وكذلك إدانة وزارة الخارجية اليمنية، وإدانة كذلك المندوب اليمن في الأمم المتحدة الدكتور عبد الله السعدي في خطابه المعروف، وكذلك وزير الخارجية اليمني في خطابه المعروف. كل هذه القضية لم تعد خافية على أحد، لذلك نحن لجأنا إلى هذه الشركة الدولية وطالبنا أن يتم ضبط هؤلاء القتلة والمجرمين في دول تستطيع أن تنصف المظلومين وتستطيع أن توقفهم عند حدهم. نعم، أشرت أنت إلى حجم الدعم الحكومي لكم في ملاحقة الإمارات، سأعود لك سيد صلاح. نعود إلى ضيفنا من ميتشيغن المحامي عبد الرحمن برمان رئيس المركز الأمريكي للعدالة. سيد عبد الرحمن، كيف تنظر لقانونية الطلب الذي تقدمت به شركة المحاماة البريطانية بحق المسؤولين الإماراتيين من حيث الإمكانية وسلامة الإجراءات؟ مساء الخير لك ولضيفك الكريم وأيضا للمستمعين جميعا والمشاهدين جميعا. حقيقة من ناحية القانونية أعتقد أن الإجراءات هي إجراءات سليمة، هناك ملف قانوني متكامل وهناك أدلة قاطعة على ارتكاب الإمارات لجرائم حرب، وتمثلت في عمليات الاغتيالات
تشكيل عصابات مسلحة وتمويل الإرهاب، أي استهداف للإنسان ولحياة الإنسان والكرامة الإنسان ولأمن الإنسان ولسكينة العامة في أي بلد يعد عمل من أعمال الإرهاب. وأيضا كما ذكرت سابقا هي ارتكبت جرائم حرب في اليمن وشكلت يعني جيش أو ميليشيات مسلحة خارج إطار الدولة التي استنجدت بها. هناك أي يعني بالنسبة للأدلة القانونية لم يعد هناك أي خلاف فيها على هذا الأمر. هناك دليل قانوني قوي موجود هنا في أمريكا يتمثل في دعوة قضائية تنظرها أحدى المحاكم الأمريكية بين السمسار الذي قام بالتوفيق بين الشركة الأمنية التي قامت بعمل وبين الإمارات العربية المتحدة، وكان له نسبة 20% من المبلغ، ولكنه الشركة غدرت به ولم تسلم، فلجأ إلى القضاء الأمريكي وقدم. لكن سيد عبد الرحمن هناك من يطرح استحالة يعني توفر أدلة قطعية بتورط المسؤولين الإماراتيين، كيف يمكن إثبات ضلوعهم في الجرائم المنسوبة لهم بشكل لا يقبل التشكيك، وخاصة أن أيضا هناك من يشكك في المكتب أو المكتب المحامة الذي يدير هذه القضية؟ لا أعتقد أنه هناك أي يعني تشكيك في قضية الأدلة. الإمارات اليوم تتباهى، يعني هي الإمارات تستند إلى علاقاتها الدولية وإلى أموالها وإلى الرشاوي التي تقدمها في كثير من الجهات، وبذلك تعيش حالة من الإطمئنان، لكنها لا تشعر بحالة القلق الدولي الذي أصبح موجود، القلق الحقوقي، الضغط الدولي، الضغط المنظماتي، منظمات حقوق الإنسان. أيضا أصبحت كثير من الشعوب ويعني تدرك حجم ما تقوم به الإمارات من أعمال إرهابية في كثير من بلدان العالم، وليست اليمن فقط، هناك في ليبيا، في مصر، في كل مكان يوجد للإمارات يد في ممارسة الإرهاب. أنا أتحدث عن قضية، عن مستندات رسمية أمام القضاء الأمريكي، أنا لا أتحدث عن تصريحات أو مجرد كلام ينشر في الفيسبوك وفي الواتساب، لكن أنا أتحدث عن قضايا أصبحت منظورة أمام القضاء الأمريكي بعقود رسمية، عقد اغتيالات، عقد عمليات قتل. من مارس عملية الاغتيال ظهر على وسائل الإعلام الأمريكية وقال نحن ذهبنا إلى اليمن ومارسنا عملية القتل، ونشر صورة الاستهداف إنصاف مايو رئيس حزب التجمع اليمني الإصلاح في محافظة عدن. لا أعتقد أن هناك أدلة أكثر من هذا يحتاجها أي يعني أي قضاء يمتلك أبسط وأدنى مقومات الصفة القضائية يمكن أن يمارس ولايته في 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 إصدار عمليات القبض، وأيضا مناقشة القضية أمام القضاء. لكن هناك أمر آخر، وهو ما مدى جدية هذه الإجراءات من تجاوب هذه الدول مع القضاء، مع الدعوة التي قدمت، أو ما مدى تجاوب القضاء البريطاني مع هذه الدعوة، هذا أمر آخر. لكن بالنسبة من ناحية الأدلة، الأمر أصبح أمر قطعي. نعم. يمكن لأي شخص أصبح الأمر قطعي. سيد عبد الرحمن، نعم. سأعود لك، نعود إلى ضيفنا من إسطنبول. سيد صلاح، الإمارات يستهدفون أو أنهم أعلنوا استهدافهم للإخوان المسلمين في اليمن بشكل قطعي على مستوى الجانب السياسي، كيف يمكن أن نفهم هذا التصريح من قبلهم، وأيضا مدى تأثيره على مستوى الملف التقرير الحقوقي المقدم؟ هذه قضية أخرى، هم المعنيون يعني أن يعلنوا وأن يصرحوا من هم الإخوان المسلمون الذين يستهدفونهم، أليست لهم أسماء، ليست لهم مناطق، ليست لهم قبائل أو صفات، ليست لهم منازل، ليست لهم يعني صور واضحة يعلنوها للرأي العام حتى يعرف ويعلم الشعب اليمني وشركائهم في التحالف العربي، أو على الأقل قائد التحالف العربي الأشقاء في المملكة العربية السعودية، وكذلك الحكومة الشرعية، ونحن من رجال الدولة في اليمن، ينبغي أن نعرف جميعا من هم هؤلاء الإخوان المسلمين وطابورهم الخامس الذين جاءت الإمارات لحربهم، أو كما ذكروا أنهم يحاربوا ثلاثة أعداء. يعني هذا العدو الخفي، هل هم جن؟ هل هم إنس؟ إن كانوا إنس عليهم أن يعلنوا بالأسماء فلان وفلان وفلان وتواجدهم في هذه المناطق، كما يعلن العالم في استهداف الميليشيات والجماعات الإرهابية، القاعدة وداعش وغيرها من الجماعات، تذكر نعم. بالأسماء وتذكر نعم. بالمناطق وغيرها نعم. هذه قضية هم معنيون بها، لا نخلط في الملفات نحن نعم. أنت يعني أنقل سؤال، أنقلك إلى سؤال آخر سيد صلاح. نعم. أنتم كعضو شورى في الحكومة، ما حجم الدعم الحكومي لكم في ملاحقة الإمارات؟ لا شك أن الحكومة اليمنية بكل مؤسساتها تقف يعني معنا، وتقف مع ضحايا
الاستهداف المباشر وغير المباشر، سواء الذين حدثت لهم اغتيالات كأخي وغيره من الشهداء، أو الذين تم قتلهم بشكل مباشر وبسبق الإصرار والترصد وبشكل مباشر من الطيران الإماراتي، وصرحوا بذلك أنهم استهدفوا إرهابيين في الجيش اليمني، جيش الشرعية. وأنا أطالب كل من فقد قريبا أو عزيزا أن ينضم إلينا في توكيل هذه الشركة وغيرها من الشركات، شركات المحاماة والجهات القانونية الدولية، حتى لا تذهب الحقوق ولا تسقط بالتقادم. يعني حتى وإن تساهلت الحكومة، ولا أظنها تتساهل، هل يمكن أن نفهم سيد صلاح أن وزارة حقوق الإنسان ستقوم بدعمكم، وما مدى طبيعة هذا الدعم؟ نحن نرجو من الجميع، كما ذكرت لك أخي الكريم، نرجو من الجميع أن يكون معنا ومع كل الذين استهدفوا أو الذين تم تهديدهم أو ذوي الشهداء والقتلى والجرحى الذين ذهبوا ضحية هذه الجماعات. صراحة ما دمت ترجو، يعني هذا يؤكد أن لا يوجد هناك دعم حتى الآن بشكل رسمي. أنا لا أتحدث عن قضية أخي الكريم، نحن بصدد استعادة وطن، يعني نحن اليوم نقاتل ونضحي ونقدم التضحيات تلو التضحيات من أجل استعادة الوطن وتحريره من الجماعات الإرهابية والعصابات والمتمردين، وحتى الذين جاءوا في صورة حلفاء لنا كالإمارات العربية المتحدة وخانوا قائد التحالف العربي المملكة العربية السعودية وخانوا حتى الشرعية الذين ادعوا أنهم يقاتلوا من أجل استعادتها. لا شك أننا سنقدم التضحيات وسنستمر حتى النصر بعون الله عز وجل. فمن وقف معنا وانضم لهذا الركب الذي يسعى لإحقاق الحق وإسقاط الظلم ومحاسبة المجرمين، نحن نشكره ونؤيده. ولكن أقول أنه لن يوقفنا شيء، ولن نتردد في أن نتابع وراء هؤلاء المجرمين وأن يأخذوا جزاءهم وأن ينالوا جزاءهم عاجلا أو آجلا، يعني بالقانون وبهذه الأطر والأسس، لأننا نسعى أصلا إلى إحقاق الحق وإلى أن ينال المجرمون جزاءهم. نعم. وفق الإجراءات والقوانين الدولية، وقد تقدمنا بهذه الوكالة لدى هذه الشركة، ونحن على ثقة أن الحق لن يضيع ولن يسقط. نعم، تفضل بالبقاء معي سيد صلاح. نعود إلى السيد عبد الرحمن. إلى أي مدى سيد عبد الرحمن تتحمل السعودية كقائد للتحالف المسؤولية القانونية والأخلاقية تجاه ما تقوم به حليفتها الإمارات من جرائم حرب في اليمن؟ المسؤولية المملكة العربية السعودية هي مسؤولية يعني لا يمكن أن ندافع عنها باعتبار أنها تقود التحالف العربي، وهي مسؤولية إخلاقية أكثر من أي جانب آخر، باعتبار أن المملكة العربية السعودية هي التي تقود التحالف العربي، وهي التي أحضرت الإمارات العربية المتحدة وبقية الدول من أجل مساندة الشرعية اليمنية. وبذلك أي عضو من أعضاء التحالف العربي في ظل قيادة السعودية للتحالف تتحمل السعودية أي تبعات تحدث من أو اختلالات أو ممارسات خاطئة أو جرائم حرب ترتكب أثناء عملية التحرير أو أثناء استمرار التحالف في أداء عمله داخل اليمن. وبذلك أنا أدعو الإخوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية أن يكون لهم موقف واضح، لأن الإمارات اليوم أصبحت يعني تمارس أعمال إجرامية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وهي تحاول جرجرة المملكة العربية السعودية في هذا الجانب، وأيضا تلطيخ سمعتها وصورتها أمام العالم. وبذلك في حال استمرار صمت المملكة العربية السعودية ستكون شريك في هذه الجرائم التي ترتكب قبل الإمارات. شكرا لك سيد عبد الرحمن برمان رئيس المركز الأمريكي للعدالة، كنت معنا من ميتشيغان. نعود إلى ضيفنا السيد صلاح. هل يعني أنا حسب ما فهمت من كلامك الأخير، هل ستخوضون هذه المعركة إذا صح الوصف منفردين كأشخاص وضحايا؟ نحن تقدمنا كأشخاص، يعني بصفاتنا الشخصية وبصفة من تضرر من ذوي الشهداء وذوي المغدور بهم من الذين ذهبوا ضحية هذه الاغتيالات، ولا زلنا ندعو كل من فقد عزيزا أو فقد قريبا أن ينضم وأن يكتب وكالة لهذه الشركة أو لغيرها حتى لا يضيع الحق. لكننا أيضا ندعو الحكومة الشرعية وندعو
الأشقاء في المملكة العربية السعودية أيضا أن ينصفونا، لأن القضية ليست فقط خاصة بمن بذوي هؤلاء الشهداء أو ذوي هذه الضحايا، القضية معني بها اليمن ومعني بها التحالف العربي وخاصة المملكة العربية السعودية، لأن المعركة في اليمن معركة مصيرية ولم تعد تعني اليمنيين وحدهم. هذه نعم، لكن سؤال أخير سيد صلاح. نعم سؤال أخير، إلى أي مدى يمكن أن تثقون أن هذا الملف وهذا الملف الحقوقي لم يستخدم كابتزاز سياسي من أي طرف؟ هل أنتم موثقين أنه لن يتم استخدام هذا الملف؟ أبدا، نحن نثق بالحق. يعني القضية قضية ظلم، وشخص يستهدف مثلا مثل أخي جميل، أولا شخصية ليست سياسية، هو رجل أعمال يسعى خلف الرزق الحلال وقتل في مدينة سيئون الآمنة المستقرة التي لم تشهد معركة ولم تدخل الحرب أصلا، وكانت مقر لانعقاد مجلس النواب وشهدها كل سفراء العالم وشاهدتها كل وسائل الإعلام في العالم، مدينة سيئون، مدينة التعايش، مدينة السلام في حضرموت، مدينة الأمن والأمان، يقتل في وسط الشارع. معنى ذلك أن وقتل بطريقة يعني بشعة، يعني أكثر من شخص أطلق النار من سيارة واحدة في وسط الشارع العام شارع الجزائر، وبعد صلاة العصر والدنيا مزدحمة بالناس. معنى ذلك أن القاتل محمي، يعني ليس قاتل عادي، قاتل محمي تقف خلفه دولة، وهذا يعني يعيد لنا الذاكرة للأحداث التي حصلت في عدن أو غيرها من المحافظات اليمنية المحررة. شكراً. وتصريحات نعم. القادة الإماراتيين والسلطات الإماراتية تثبت أنهم يقفون خلف هذه الجرائم، ولذلك نحن على ثقة بعدالة قضيتنا. نعم. وبأن الله عز وجل سينتصر للمظلوم ولو بعد حين. نعم، شكرا لك السيد صلاح باتيس، عضو مجلس الشورى وشقيق أحد ضحايا الاغتيالات، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من اسطنبول. ينضم إلينا أيضا من اسطنبول الباحث في العلاقات الدولية عادل المسني. سيد عادل، مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا، حياكم الله. سيد عادل، إلى أي مدى ترى أن الدول المطالبة بتوقيف الملاحقين جنائيا معنية أو ملزمة بتنفيذ ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا يجب أن نوضح بأن الإمارات دولة مخالفة للقانون وخارجة أيضا عن الشرعية، ولم تطلبها الشرعية بل استدعتها المملكة العربية السعودية، واستحدثت ميليشيات كثيرة كان هدفها يعني الإطاحة بالشرعية ومؤسساتها، وأنشأت ميليشيات وكتائب أمنية مارست الكثير من الإرهاب والفوضى في المحافظات الجنوبية، وهذا واضح أيضا ومثبت من خلال الوقائع الأرض والتقارير الدولية التي تكلمت عن ذلك، وأيضا تكلمت عن السكون السرية وعن الاغتيالات وعن الفوضى التي تشير بشكل واضح إلى أدوات الإمارات وفي المنطقة في المناطق المحررة. الأمر الآخر الصدام مع الشرعية، وهذا مثبت أيضا من خلال أيضا المعركة مع رئيس الوزراء في دولة سقطرى والتي أنزلت العلم اليمني وطردت وزير رئيس الوزراء، وكان هناك شكوى للأمم المتحدة بأيضا ممارسات الإمارات الخارجة عن القانون، وأيضا في انقلاب عدن ومن ثم معركة شبوة كانت هناك أيضا يعني كل مؤسسات الدولة ابتداء من رئيس الجمهورية ووزير الدفاع والداخلية، الجميع اشتكى الإمارات ومندوبنا أيضا بالأمم المتحدة، والجميع وثق هذه الجرائم ضد الإمارات في شكاوي رسمية لدى المجتمع الدولي. الأمر الآخر أيضا متعلق بالمجتمع الدولي، والذي من خلال أيضا الصياحات العالية المرتفعة داخل المنظمات. نعم، لكن سيد عادل، أعيد لك السؤال، ما هي العلاقات الدولية التي تنظم التنسيق في مثل هذه القضايا يعني برأيك؟ أنا أعتقد أن هناك يعني متابعة دولية لما يجري من في اليمن، هناك كارثة إنسانية بشكل كبير، والمجتمع الدولي من خلال منظمات ومن خلال دعوات كثيرة جدا حمل التحالف ما جرى في من حصار ودمار وخراب وأيضا يعني جرائم في إنسانية في اليمن، هذا جانب. لكن الموضوع البعد الخطير الآن في هذه الجرائم التي توثق الآن ضد الإمارات، وأيضا الإمارات من خلال أيضا دعوتها التي قالت فيها أنها أيضا تستهدف الحزب الإصلاح، وهو أكبر مكون يعني حزبي داخل الشرعية وهو حزب سياسي في الأخير في الساحة اليمنية، ولم تكن يعني من مهام الإمارات ولا مهام التحالف أن تستهدف الشرعية. لكن سيد عادل، نعم
نعم. وبالتالي أعتقد أنه مادة خصبة وورقة رابحة للشرعية والمجتمع الدولي والمنظمات التي ستضغط في هذا الاتجاه في ملاحقة الإمارات وإقامة عليها الأدلة. وهناك منظمات بدأت الآن تتكلم بصوت عالي من خلال أيضا عرض وثائق وشكوى تلاحق الإمارات، وهذا أعتقد الباب سيفتح. نعم، في ظل هذه الوثائق وهذه الدلائل الكبيرة، ما الجهات الدولية التي يفترض بموجبها ملاحقة المتهمين للتحقيق معهم ناهيك عن مقاضاتهم أيضا؟ أنا أتصور بأن المنظمات الدولية هي المعنية في هذا السياق، وهناك الآن بدأت، قلنا هذه الملاحقة الآن بدأت في المجتمع الدولي وأنها ستتوسع بشكل أكبر من خلال أيضا المنظمات التي ترصد، كانت من بداية الحرب كل جرائم التي حصلت في الساحة اليمنية وهي موثقة وهناك ملفات. نعم، الإمارات والتحالف يحاول أيضا من خلال الرشاوة ومن خلال أيضا علاقاته السياسية في هذه الدول الكبرى التغطية والقفز على هذه الصيحات الموجودة لدى المجتمع الدولي ومنظمات المجتمع الدولي، لكن أعتقد أنه هذا لن يدوم، خاصة وأن هناك الآن أدلة واضحة تدين دولة الإمارات وهناك اعترافات وهناك أيضا يعني وثائق رسمية الآن تستند لها هذه المنظمات، لكن مدى سوق لهذه المنظمات في المجتمع الدولي وتأثيرها أيضا على دوائر القرار في دولها. ما الذي سيجعل مثلا على سبيل المثال بريطانيا التي تلقت الملف وشكاوى وأيضا أمريكا يعني الجدية بأخذ هذا الملف واتخاذ إجراءات فعلية فيه، خاصة في ظل المصالح بين هذه الدول ودولة الإمارات؟ أنا أتصور بأن المجتمع الدولي المنظمات الدولية هناك لها تأثير كبير وتأثير واسع على دولها، وبالتالي استمرار الإمارات في التمادي والخروقات وتوسيع رقعة الاغتيالات في هذه المحافظات في المحافظة المحررة لن يغني علاقات الإمارات ولا الرش بهذه الدول ولا الرش التي تقدمها ولا حجم المصالح أيضا بهذه الدول، لأن هذه المنظمات لها تأثير كبير وهي تستند أيضا على قوانين في هذه المجتمعات، وهناك هامش كبير من الحرية يعطيها أيضا والديمقراطية يعطيها أيضا ممارسة الضغوط على المجتمع على دولها في هذا السياق. وأعتقد أن توفر الأدلة لدى هذه المنظمات سيعطيها أيضا أوراق قوية في ممارسة مزيد من الضغوط على هذه الدول، وأعتقد أن النهاية ستكون مؤلمة لدولة الإمارات التي يعني مارست إرهابا واسعا من الصومال إلى اليمن إلى ليبيا في كل هذه الدول ومصر وغيرها، وأنفقت أيضا أموالا كبيرة. وكما ذكر أيضا المحامي عبد الرحمن بأن هناك أيضا شكوى في الولايات المتحدة الأمريكية، أعتقد أن الجهود ستتضافر لدى المجتمع منظمات المجتمع الدولي، خاصة يعني تتوفر لديهم أدلة قاطعة في تورط الإمارات في هذه المسائل. قضايا الإرهاب، قضايا الإرهاب لا يمكن تجاوزها أيضا من العلاقات السياسية ولا يمكن التغطية عليها، هناك قانون دولي وهناك أيضا شعبية عارمة في المجتمع الدولي والمنظمات الدولية تدعم أيضا ملاحقة مرتكبي جرائم الإرهاب. أدركنا الوقت سيد عادل المسني الباحث في العلاقات الدولية، كنت معنا من إسطنبول، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة معنا، وأيضا الشكر موصول كان معنا من ميتشيغن المحامي عبد الرحمن برمان رئيس المركز الأمريكي للعدالة، وأيضا كان معنا من إسطنبول صلاح باتيس عضو مجلس الشورى وشقيق أحد ضحايا الاغتيالات هناك، وأيضا الشكر لكم موصول مشاهدين الكرام على حسن المتابعة، والتحية مني ومن معد الحلقة وديع عطا، وإلى اللقاء.